دي اول دعوه يعني في قضيه السيديات التي انتشرت في المحله والمتعلقه بالعلاقات التي اقامها مدرب كاراتيه داخل او في مبنى ملحق بنادي بلديه المحله مع بعض السيدات. دي اول دعوه من نوعها. دي اول دعوه ترفع النهارده. بنوجه دعوه شكوى بالزنا، زنا الزوجه. دي مع المدعو عبد الفتاح الصعيدي. طبعا ما كانش في دعوه قبل كده اترفعت، هو مجرد الاتهام ان هو فعل فاضح وسجل مع سيدات بدون علمهم. ده بالنسبه للاتهام اللي هو نزل في القضيه اللي هي جلستها يوم 10/5. ايه اللي قدمته في البلاغ؟ انا قدمت في البلاغ بعض الصور اللي ظهرت في السيديهات اللي خاصه بالمتهمه اللي هي مش عايزين نقول اسماء، مش هنقول اسماء، خاصه بالزوجه المتهمه. زوجة الوكيل اللي هو الزوج اللي معانا على الهاتف بنتهم فيه بالزنا، وصورنا الصور وقدمناها ماشي. وكان لكن هل قدمتوا السي دي نفسه؟ لا، السي دي ما كان متحفظ عليه، بس في سي دي هيتقدم بكره للنيابه لانها طلبته مني. النيابه طلبته؟ طلبته. فاحنا كده مسجل المقطع بتاع الخاص بالزوجه وانا مقدمه، بخاصه ان انا مقدم صور حوالي 5-6 صفحات فيها صور مجمعه شامله الفيلم ككل. فانا قدمته مع البلاغ ومع التوكيل الخاص ان انا دعوه الزنا لا تقبل الا بتوكيل خاص من الزوج، ومنصوص فيه ان هو يجب ان هو ان انا اتقدم بدعوه زنا او بشكوى بتهمها بالزنا، غير كده ما تقبلش الدعوه. فضل اخرنا شويه على اساس ان التوكيلات ديت جت من السعوديه، جاء من البريد الجوي اتبعتت، فبناء عليه انا اتحركت النهارده وقدمت البلاغ اللي هو قيد برقم 4976 سنه 2014 اداري او المحله حصر تحقيق 502 نيابه. طيب تعالوا نشاهد ملخصا للحلقه التي كنا قد ناقشنا فيها القضيه قبل ما اسال الزوج، وكان معنا فيها الاستاذ حمد الفخراني وابنته الدكتوره ياسمين، وكشفنا وفضحنا فيها اكاذيب جماعه الاخوان لمحاوله استخدام هذه القضية لتشويه بعض خصومهم سواء من السياسيين أو من رجال الشرطة والقضاء. يقول لك مدرب كاراتيه المحلة ومشهد جنسي مع أخت حمد الفخراني. حمدي مين؟ هو حمدي له أخت، اللي هم أختين وكلنا 58 سنة و55 سنة، مش حاجة، دي محلاش عندها حد صغير وكلنا جدود، كلهم هنا عايشين بشرفنا وبسمعتنا ومعروف. يعني ايه، مش هقول لك ايه، يعني تربيه ايد سول فخلانا الله يرحمه، كان بابا اصلا طول عمره سمعته زي الالماس، واحنا الحمد لله احنا عايشين بدي بقى. يعني اغلى حاجه عندنا مش حكايه فلوس ولا مركز ولا اي حاجه، اللي فعلا دي سمعتنا احنا. قال علينا حاجه زي كده ليه؟ هو يعني التشوه توصل يعني الدرجه دي؟ اول مره يتهموا البنات المعارضات ليهم في بحاجه زي كده. لو حضرتك تفتكر ايام التحرير، ايام المظاهرات اللي كنا بننزلها في التحرير لما اتهم كل البنات، ربما هناك اصحاب اسر حتى ولو قرر انه ينفصل عن هذه السيده لو كانت لسه على ذمته، لكن عايز يحفظ مستقبل اولاده وسمعته، فمش هيروح يتقدم ببلاغ. كل يوم بيثبتوا ده ان هم يعني لا يعرفوا ربنا من اساسه، ولا عندهم حدود، ولا عندهم سقف، ولا اخلاق، ولا ضمير، ولا الحوا، ان بعد حرمه الدم اللي هم قاعدين يستحلوها دي مش حرمات. دعوا على وزير الداخليه يقول لنا على الاعلان عن اسماء هؤلاء الساقطات حتى نبرئ ساحتنا وشرفنا. مدينه المحله الان بتعيش حاله من حالات الاضطراب الاجتماعي. خليني اقول لحضرتك ان في زوج رجع من الخارج لانه عنده لحظه شك في انه زوجته احد السيدات اللي ظهرت صورهم على مقاطع الفيديو حصل. وفي زوج حابس زوجته في المحله من 5 ايام. وفي واحد ولع في بيته. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، سواء في الاعراض سواء في غيره.